إلى ذلك نظم أبناء محافظة الحديدة مسيرة جماهيرية حشيدة تأييدا ومباركة لمصادقة مجلس النواب على المجلس السياسي الأعلى، كما عبروا عن استمرار صمودهم في وجه العدوان. الاتفاق الوطني بين القوى السياسية الوطنية إنجاز تاريخي وخطوة عبرت عن تطلعات وآمال الشعب اليمني واستجابة لإرادته. في محافظة الحديدة خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها الآلاف من أبناء المحافظة تأييدا ومباركة لهذا الاتفاق. اليوم أبناء محافظة الحديدة شاركوا في هذه المسيرة تعبيرا منهم وتأييدا للمجلس السياسي الأعلى الذي يعلن قريبا، وهذا اللقاء او هذا التجمع او هذا التعييد ارجو وامل ان لا يفهم الاخر بانه موجه اليه مطلقا. هذا التأييد لاتفاق وطني داخلي ومفتوح، وانا ادعو اخوتنا في كل مكان في الداخل والخارج الانضمام الى هذا المجلس. لقد خرجت هذه الجماهير اليوم تحتشد تؤيد وتبارك المجلس السياسي الاعلى الذي تم الاتفاق عليه فيما بين القوى السياسية الوطنية في الداخل، وتقول لكل قوى العدوان وتقول هذه الجماهير لكل قوى العدوان بأن الشرعية الوحيدة مصدرها دائما الشعب ومصدرها دائما من الداخل. أبناء محافظة الحديدة أثبتوا بخروجهم اليوم في هذه المسيرة الجماهيرية التي تقدمتها قيادة السلطة المحلية أنهم مع الوطن، ويقفون صفا واحدا مع كل القيادات الوطنية المخلصة التي تدافع عن هذا الوطن ورفضت الارتهان للخارج. ها هي الحديدة الوفية تبادل المجلس السياسي الوفاء بالوفاء، وهذه رسالة كبيرة جدا من أبناء محافظة الحديدة أن يخرج فيها هذا الجمع الغفير لنبارك ونؤيد المجلس السياسي، وأن الشعب اليمني بكل فئاته وبكل مجتمعه وبكل طوائفه وبكل ما تشكيلاته أيضا يقف جنبا إلى جنب إلى جانب المجلس السياسي وإلى السلطة الشرعية الوحيدة. هتافات وشعارات رددها المشاركون في هذه المسيرة باركت أيضا عودة مجلس النواب لممارسة مهامه التشريعية والدستورية في ظل هذه الظروف العصيبة والتحديات الخطيرة. ها هم أبناء محافظة الحديدة يباركون هذا الاتفاق التاريخي الهام، ويرسلون بتجمعهم هذا رسالة واضحة إلى كل دول العالم بأن الشعب اليمني شعب متواسك وموحد وقادر على أن يحافظ على وطنه ويرفض كل عدوان. عرفت مكي، اليمن اليوم، الحديدة. وكما شهدت محافظة ذمار خروج مسيرة شعبية لمباركة استئناف مجلس